وأما حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة فهو حديث وصحيح وثابت وهو عام في كل عصر. فإذا اجتمعت الأمة على أمر فإن هذا الأمر حق، والمراد من هذا الاجتماع الاجتماع على حكم شرعي. فلو اجتمع علماء الأمة على حكم شرعي فإن اجتماعهم هذا حق ولا ضلال فيه.